تصادمت شمس الأسطورة متابعيها بالكثير من اللقطات الغريبة في حفل زفافها، من بينهم إطلالتها التي اعتمدت فيها على فستان باللون الأسود، إلى جانب تحديها لزوجها بسباق جري، لتتعرض بعدها الفنانة السعودية لسيل من الانتقادات في تعليقات المتابعين الذين اعتبروا أنها تعمدت إثارة الجدل بلقطات مفاجئة. واعتمدت الفنانة السعودية الملقبة بشمس الأسطورة على زفافها مجدداً على الإعلامي تركي القرني على فستان أسود اللون، وتعمدت إثارة الجدل بالكثير من اللقطات التي أدهشت الجمهور. واحتفلت شمس الأسطورة بزفافها على تركي القرني للمرة الثانية بعد عودتها عقب الانفصال، إلا أن طريقة الاحتفال أثارت موجة من الجدل، ليس فقط بسبب سباق الجري الذي تحدت فيه زوجها، وإنما بسبب إطلالتها المثيرة للجدل. فتساءل الجمهور عن سبب ارتدائها لفستان زفاف أسود اللون. نهاية سباق شمس الأسطورة مع زوجها جاءت صادمة، حيث سقطت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي على الأرض، ولكن لم يتبين ما إذا كانت تعرضت لإصابات أم لا. واعتبر عدد من متابعي شمس الأسطورة أنها تعمدت إثارة الجدل بإطلالتها بفستان الزفاف الأسود ودخولها في سباق غريب مع زوجها في حفل الزفاف. الجدير بالذكر أن الثنائي كانا قد انفصلا مسبقاً عن بعضهما البعض، لكن شمس عادت وأبدت رغبتها بالعودة إلى زوجها مجدداً وتصحيح مسار علاقتهما. وبعد فترة قصيرة تفاجأت بطلب تركي القرني ليدها مرة أخرى ليقيم الثنائي حفلاً ضخماً بالأمس. وكانت اتهمت شمس الأسطورة صديقة لها بأنها سبب في طلاقها، إذ أكدت في مقطع فيديو بثته في سناب شات أن الصديقة فتحت باب نار وكانت تقذف كلاماً مسيئاً بينها وبين زوجها، ما أدى إلى خلافات مستمرة بينهما انتهت بالانفصال. وأكدت أن طليقها هو رجل بمعنى الكلمة، معترفة أنها كانت تسيء له بالكلام بين الناس في الوقت الذي كان لا يقول عنها إلا كلاماً حسناً. وتعتبر الفنانة شمس الملقبة بالأسطورة إحدى أشهر المطربات في المناسبات الفنية وحفلات الزفاف بالخليج، كما اشتهرت بصوتها العذب واستعراضاتها المميزة، كما تعد من أكثر المشاهير متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.